Happy birthday to you. ما الذي حدث بكواليس حفل عساف بلقيس وسيف نبيل؟ خلاص هو بس هذا بس. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ما في شمع عشان كورونا. هاي عشان عيد ميلادك حبينا نفاجئك من إيتي بالعربي نقول لك كل سنة وانت سالم كتير يسلم. احنا أول ناس صح؟ أول حدا والله فعلا. بهالطريقة حبينا نفاجئ عساف قبل 4 أيام من عيده الحقيقي واللي بيصادف بواحد سبتمبر. على فكرة هذا الكيك من عيلة فلسطينية هم بيشتغلوا بالبيت وحبوا يهدوك هذا الكيك. يسلموا كتير شكرا كتير شكرا كتير. ومعقول بهيك مناسبة ما نسأل عساف عن أمنيته؟ بعرف الصحة والسلامة هدول بنعرفهم. إشي أنت هيك شخصي؟ أنا بالحقيقة أمنيتي إنه أكتر إنه نرجع للشغل الحقيقة. يعني كانت سنة 2020 وبداية 21 كانت صعبة شوي مع الجائحة للأسف. يعني قد ما بنروح وبنيجي إلا ما نذكر الموضوع لأنه صار جزء من حياتنا. الموضوع كورونا مضايقك؟ طبعا يعني أنا كلنا الصراحة بعرفش إذا حكيت لك شغلة بعرفش إنه إذا يعني أحكيها أو ما أحكيها. هو أنا حقيقة أصبت مرتين بكورونا. وهالخبر أول مرة بيكشف عنه عساف، واللي ما بيعرفوه الكثار إنه إصابته الثانية ما كانت من زمان بشهر 7 خلال تواجده بلندن. عندي لسات شوية يعني بالصدر الحمد لله رب العالمين، بس بحاول إنه أنا أرتاح يعني لأنه كمان عندي حفلة بيوم البروفا. يعني عملنا أول مبارح بروفا يعني، وصراحة كنت تعبان وما غنيتش كويس يعني، حتى غنوا عني الكورال أكتر، بس الحمد لله اليوم أحسن ومحضر حالي كتير منيح. وهذا كان واضح من لحظة دخول عساف على الحفل اللي اختار إنه يبدأ بأغنية شال حلاوة. ومع أنه عساف نوع باختياراته يومها وغنى بصراحة لوين بروح، مرايتك، أنا مش حفرض، وبدك عناية، إلا أنه الجمهور بقي طالب بالأغاني الفلسطينية وهو اللون اللي أبدع فيه عساف. وبالوقت اللي كان فيه الجمهور عم بيتفاعل على هالأغنية، نحن كنا بالكواليس مع بلقيس عم نتفاعل على طريقتنا. هلا بدنا ندبك على دبكة عساف، يلا كيف تعمليها؟ واحد هيك هيك ايوه مين علمك الدبكة؟ لبناني. ويبدو أنه اللبناني علموا بلقيس اللهجة كمان، فهي أتقنتها بأغنية جبار وهي إحدى الأغاني اللي حبت تقدمها مع دي جي أم كي بهالليلة. وأكيد بلقيس اللي نوعت بالرابورتوار الخاص فيها ما نسيت أجدد أعمالها دبلوماسي واللي كانت محمسة جداً أنها تقدمها لأول مرة على مسرح في دبي. والموضوع الأساسي اللي ما كان فينا نتغاضى عنه يومها هو اللوك. اليوم إطلالتك مين اهتم فيها كتير حلوة؟ اليوم إطلالتي اهتمت فيها جيمي معلوف من لبنان. بدي إلا ثرو إي تي شكراً لأنه ما في كهرباء ما في بنزين بلبنان، الوضع كتير صعب، بس مع هيك التزموا بالوقت وعملوا المستحيل كرمال يعملوا جام سوت اليوم. بس جيمي معلوف برافو شابوبا. اكزاكتلي بدك شابوبا كثير حلو الجمب سوت، وانت شو ما لبستي العرب غالبا الله يخلي لي اياك. ويبدو انه مجهود كبير وضعه الجلام تيم الخاص بسيف نبيل كمان لهالحفل، فهو بدل اللوك ظهر باثنين. هذا الشيء متعب سيف صح؟ انك يعني هو الواحد لوك واحد يطلع فيه على المسرح بياخذ وقت، كيف انت عندك اكثر من لوك؟ كيف تحضرهم هالناس اللي حاضره ما تستاهل؟ طبعا لا، بس انت كيف انه بتقدر تحضر لكل شو او كيف بتلحق انك تغير؟ أكيد بمساعدة، أكيد إحنا كرو كامل، عندي ستايلست إيليو مسلم، عندي أمير نبيل أخويا، عندي الشادي وجنان، والمكتب كامل إحنا يتم تخطيط كل كونسرت شو رح نعمل عليه من ستيبس. فباللوك الأول افتتح سيف وصلته اللي اختار يبدأها بأغنية ممكن واللي أداها بداية لوحده. ممكن تدخل قطي وتسحب حقي تشوف الكبرى.
ليرجع ويغنيها بمرافقة بلقيس واللي قدمها على طريقته الخاصة. أنا بلقيس تنورنا على المسرح، الأمورة والحلوة، الفراشة بلقيس نسمع لها صفية. وبهيك بيكونوا هالثنائي لمسوا نجاح أغنيتهم لايف لأول مرة على مسرح واحد. ممكن تدخل قبلي وتسحب خطي تشوف إيش قبلك. والراقصين اللي تم تدريبهم تحت إشراف الكاريوغرافر باسل مهيثاوي رافقوا سيف بأكثر من أغنية. والتفاعل زاد أكثر وأكثر مع اختيارات سيف اللي تنوعت بين فدوى أروح آني، حبني بجنون، كل يوم إلك أشتاق، ليلة ورا ليلة، فوق القمة، وعشق موت اللي كان الجمهور أحلى كورال إلها. هو يا عشق أموت بيك.